السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السابع. Open your box on page activity box on page number 7. نفتح مع بعض كتابنا التمارين على صفحة 7. تعالوا نحل الهومورك اللي كان معاكم بالحصة السابقة. Listen to these verbs and write them in correct column. Then repeat them. طيب بدنا نصنف لفظ حرف الاس للزد او اس او از. تعالوا نلفظ فعل فعل. The first one jumps. Jumps. شو لفظنا هون اس؟ لفظناها اس jumps. اذا ضمن العمود الثاني. Runs. Runs. شو لفظها؟ ز. اذا ضمن العمود الاول. Catches. Catches. Is. إذن على العمود الثالث. Wants. Wants. S. Does. Does. شو لفظها؟ Z. Matches. Matches. كسرت is إذن ضمن العمود الثالث. حكينا يا مس نعتمد هنا بالتصنيف الأفعال على اللفظ. ألفظ الفعل وأصنف نفسه. طيب تعالوا نجي للسكند سكشن لجرامر ذا بريزنت سمبل ولا الافيرماتيف اللي هي المضارع البسيط. حكينا المضارع البسيط بحاله انه لو كان الفاعل مفرد بنضيف للفعل اس او اي اس، واتفقنا الاي اس اذا انتهى الفعل باحد الحروف السته، واذا كان الفاعل جمع يبقى الفعل فيرب انفينيتيف فعل مجرد. Complete the second sentence with the correct form of the underlined verb. معطيني هون مجموع جمل from A to E، كل جملة فيها فعل. هذا الفعل رح أشتغل فيه على الجزئين من الجملة، واضح؟ ولكن بناء على الفاعل رح يحدد لي كيف رح يكون الشغل. I like rock climbing. هون الفاعل وينه؟ I. الآي شو بدها وراها الفعل يكون؟ فعل مجرد، إذن like. طيب نيجي للجزء الثاني. But my sister فراغ هي horse riding. بدي أشتغل على نفس الفعل اللي هو like. الفعل like بروح أطلع على السبجكت. My sister singular ولا plural؟ singular. طالما إنه مفرد إذا شو رح أعمل للفعل؟ نحط له s أو es. نهاية الفعل انتهى بحرف الإي. الإي ليست من الأحرف الستة، إذا بس بدي أحط له s. Likes. واضح؟ B. They love mountain biking. They الفاعل جمع، إذا الفعل وراها مجرد. They love. But their son فراغ mountain climbing. Their son. Son معناها ابن. طيب ابن واحد حكالي، ما حكاليش sons أبناء. Son ابن واحد، إذا مفرد. مفرد معناتها بدي أحط للفعل إيش؟ الفعل انتهى بالإي، إذا فقط يضاف له أس. Loves. See, pilots arrive at the airport 1 hour before their flight. Pilots الفاعل جمع، إذا الفعل وراها مجرد arrive. But a flight attendant فراغ half an hour earlier. باجي للفاعل flight attendant. Singular ولا plural؟ Singular. إذا الفعل يحتاج إلى S لأنه انتهى بالE. Arrives. D. Nurses work morning, afternoon or night shifts. Nurses plural، عشان هيك تحتاج لوراها فعل مجرد. سلمى فراغ nights. الفاعل سلمى مفرد، إذا الفعل بتطلع الفعل، الفعل ما انتهاش بأحد الأحرف الستة، إذا بس S. سلمى works nights. E. Rally drivers enjoy danger. Rally drivers هي السبجكت، والسبجكت عندنا بلورال، عشان هيك الفعل مجرد enjoy. A journalist فراغ running a risk. A journalist صحفي، والفاعل مفرد، إذا الفعل انتهى بالواي فقط يضاف له أس. Enjoys. واضح يا مس؟ طيب نيجي ننتقل للتمرين الثاني. Write the verbs in the correct column. نكتب الفعل ضمن العمود الصحيح. طبعا
إما العمود بيحكي لي بدي أصنفه إني أضيف له بس S للفعل أو ES أو Y أضيف لها S أو إذا انتهى الفعل بY متى بحذف الY بحط IES. نيجي نراجع سوا. حكينا بنحط للفعل ES إذا كان الفاعل مفرد والفعل انتهى بأحد الحروف الستة اللي هن CH أو الSH أو الX أو الO أو الZ أو الدبل S. حكينا إذا الفعل انتهى بY بتطلع على الحرف الذي سبقه. إذا الحرف اللي سبقه كان أحد حروف العلة حكينا فقط يضاف له S. شو هن حروف العلة؟ اليو والأو والآي والإي والأي. إذا سبق الواي أحد حروف العلة هدول الخمسة بس بضيف للفعل S. طيب إذا سبق الواي حرف ساكن، إذا سبق الواي حرف ساكن نحذف الواي وبنحط I E S. واضح؟ إذا سبقت الواي حرف ساكن بنحذف الواي بعدين بنحط I E S. طيب نيجي للفعل الأول like، بشو انتهى؟ انتهى بالإي، إذن بس رح نحط له S. إذا ضمن العمود الأول likes. الفعل الثاني fly بشو انتهى؟ انتهى بالواي. طالما إنه انتهى بالواي إذا رح أطلع على الحرف اللي سبقه. شو الحرف اللي سبقه؟ ال. هل هو من حروف العلة ولا حرف ساكن؟ حرف ساكن. طالما إنه حرف ساكن إذا بدي أحذف حرف الواي وأحط I E S. طيب ليش يا مس الفعل fly بدك تحذفي نحذف الواي ونحط بدالها I E S وإذا سبق بعلة بس بنضيف S؟ أنا بحكي لك ليش. إذا سبق الفعل بحرف علة زي مثلا الفعل play ماشي، سبقه حرف ال A حرف علة. طيب لو بدي أحذف حرف الواي وأحط بدالها I وأضيف E S معناتها هون كم حرف علة صار عندي؟ A I E، ثلاث حروف علة. في اللغة الإنجليزية يمنع تتابع ثلاث حروف علة، في اللغة الإنجليزية يمنع تتابع ثلاث حروف علة ورا بعض. عشان هيك لما يسبق الواي حرف علة بس بضيف له أس. واضح؟ بس بضيف له أس. فهمنا يا مس شو السبب؟ شو الإشي اللي بيمنعني إنه إذا انتهى إذا سبق الواي حرف ساكن بس بحذفه وبحط I E S، أما إذا سبق بعلة ليش ما بحذفش الواي؟ بحذفش الواي عشان أمنع تتابع الثلاث حروف علة. تمام؟ طيب ننتقل للفعل اللي وراها arrive. arrive انتهى بالإي إذا فقط رح نضيف له S. arrives ضمن العمود الأول. الفعل اللي وراها climb. climb شو رح نعملها؟ فقط نضيف له ما انتهاش بأحد الحروف الستة ولا انتهى بالواي إذن بس رح نحط له S. climbs. fish. fish بشو انتهت؟ انتهت بالS H والS H من أحد الحروف الستة إذن بدي أحط للفعل ES ضمن العمود الثاني. fishes. الفعل work انتهى بالحرف الK، الK من باقي الحروف إذا فقط منضيف له S. works. study. study انتهت بحرف الY إذا بتطلب مني أطلع على الحرف الذي سبقها. شو سبقها؟ حرف D حرف ساكن. بما إنه حرف ساكن إذا رح نحذف الY ونحط I E S. studies. الفعل go انتهى بالO والO من أحد الحروف الستة إذن goes بنحط لها ES. enjoy بنتهت بالY بتطلع على الحرف الذي سبقها، حرف اللي سبقها O والO مالها من أحد الO من حروف العلة إذن شو رح نعمل؟ بس رح نحط S ما رح نحذف الY، فقط رح نضيف S عشان أمنع تتابع ثلاث حروف علة. enjoys. print. print انتهت بالT إذن فقط يضاف لها S. prints.
نيد. نيد انتهت بالحرف دي، فقط يضاف له اس. نيدز. فاهمين هون لحد هون يا مس؟ طيب نيجي لإكسرسايز نمبر 3. match sentence from A to E with sentence from 1 to 5. عندي جمل من A ل E بدنا نوصلها مع negative 4 من 1 to 5. Then complete them with the negative forms of the underlined verb. طيب تعالوا بالأول نشتغل على الأفعال وبعدين نوصل. Number one اللي هي A. I want to become a flight attendant. هيو الفعل بين قوسين want، تمام؟ بطلع عمين على subject. Subject I. طالما إنه الفاعل I إذن فعل مجرد خليته زي ما هو. I want. نيجي لبي. سامي الفعل work on a ship. طيب بروح بطلع على الفاعل، الفاعل ماله سامي singular، اذا بطلع على الفعل هل انتهى باحد الحروف الستة؟ لا، اذا فقط يضاف له s. سامي works on a ship. سي كريم محمود الفعل fly from Madrid to São Paulo. كريم محمود هو شخص واحد، ما حكى لي كريم and محمود، لا اسمه كريم محمود اللي هو الطيار اللي أخذنا عنه سابقا. كريم محمود إذا شخص واحد مفرد، بروح بطلع على الفعل، الفعل انتهى بالواي، معناتها رح أطلع على الحرف اللي سبقها، سبقت بحرف ساكن، إذا بنحذف الواي وبنحط بدالها I E S، رح يصير flies. كريم محمود flies from Madrid to São Paulo. دي we go mountain climbing in the summer. الفعل go. طيب بروح بطلع على الفاعل، الفاعل we جمع، إذا بدها فعل مجرد. we go mountain climbing. تمام. e fishing demand. demand معناها تتطلب، واضح؟ fishing demand patience. طيب بروح بطلع على السبجكت، fishing الصيد singular or plural؟ singular، اذا الفعل شو راح احط له؟ راح احط له s. demands. fishing demands patient، واضح؟ تتطلب الصبر. نيجي للنيجاتيف فورم. إذا خلصنا الأفيرماتيف كيف عملنا جمل الإثبات، نيجي للنيجاتيف اللي هي جملة النفي. رح نحلهن نفس الإشي بعدين نوصل كل جملة مع النيجاتيف. هي الفعل not fly from London to Liverpool. طيب بروح للفاعل هي، بما إنه نيجاتيف بشو بننفي إحنا السيمبل بريزنت؟ بننفي باستخدام don't أو doesn't. اتفقنا انه don't مع البلورال و doesn't مع السينجولر. طيب عندي السبجكت هي، الهي بشو بننفيها؟ doesn't، والفعل حكينا بيجي مجرد بعد النفي، اذا doesn't fly. نمبر 2 we فراغ الفعل not go mountain climbing in the winter. الفاعل السبجكت هي we بلورال، اذا شو رح ننفيه؟ ننفيه بdon't، والفعل المجرد بنزله زي ما هو don't go. نمبر 3 I not want to become a pilot. السبجكت I نيجاتيف لإلها بdon't، والفعل want بينزل مجرد لانه عندي نيجاتيف. نمبر 4 it not demand experience. طيب it singular، نفي singular doesn't، والفعل demand بينزل زي ما هو. نمبر 5 he not work in a hospital. السبجكت he، والهي مفرد ينفى باستخدام doesn't، والفعل verb 1 work، اذا he doesn't work in a hospital. الان فهمنا الجمل. طيب نيجي نتطلع كيف بدنا نوصل. I want to become a flight attendant. حابب اني انا اكون flight attendant، مضيف طيران. طيب مين الجملة بالنيجاتيف تيجي عكس هذا الشيء؟ مين هي الجملة؟ هل معناتها he doesn't fly from London، or we don't go mountain climbing، ولا I don't want to become a pilot،
ولا it doesn't demand experience ولا he doesn't work in a hospital؟ مين اللي بتيجي عكسها؟ اللي هي جملة ثلاث. I want to become a flight attendant. I don't want to become a pilot. مش حابب أكون طيار، حابب أني أكون مضيف طيران. إذن ما توصلوش يا مس أسهم وتعجق الدنيا، اكتب عند A number 3 زي ما أنا عامل هون. إذن معناها أنه توصيل A مع اللي هي sentence number 3. نيجي لB. سامي works on a ship. طيب مين اللي بيناسبها؟ مين النفي انه بينفي انه هو مش حابب يشتغل على بالسفينة، حابب شيء اخر اللي هي sentence 5. he doesn't work in a hospital، ما بيشتغل بالمستشفى، هو بيشتغل على في السفينة. واضح بيشتغل بالسفينة ما بيشتغلش بالمستشفى. اذا هذول الجملتين عكس لبعض، اذا بتوصيلها مع sentence number 5. سي كريم محمود flies from Madrid to Sao Paulo. مين عكس الفعل هاد اللي هي sentence number 1؟ he doesn't fly from London to Liverpool. واضح؟ اذا سي مع number 1. دي we go mountain climbing in the summer. مين الجملة اللي عكسها؟ مين النيجاتيف بالنسبة لهاي الجملة اللي هي sentence number 2؟ We don't go mountain climbing in the winter. The last one, fishing demands patience. نيجاتيف لهاي sentence اللي هي number 4. It doesn't demand experience، يعني بيتطلب الصيد الصبر ما بيتطلب الخبرة. واضح يا مس؟ طيب ننتقل على open your box on page number 8. ننتقل لصفحة 8 ل next exercise number 4. use the words in brackets to complete the questions. A what، طبعا بدنا نعمل سؤال صح، بدي اعمل سؤال معناتها راح استخدم do او does بناء على السبجكت. what the captain and the pilot. اذا كم شخص عندي؟ عندي شخصين، عندي الكابتن والبايلوت. طالما شخصين اذا جمع، شو اداة السؤال؟ do. عندي بداية السؤال WH question، اذا بعديها راح اذكر الدو. what do the captain and the pilot، والفعل لازم يكون مجرد مع السؤال، talk about before the flights. فهمنا كيف عملنا السؤال؟ نيجي لB. كريم محمود fly to Sao Paulo and come back on the same day. شغلنا هون هاي السبجكت ما بدأ بWH question، معناتها بشو رح أبدأ؟ إما بالدو أو الدز. بتطلع السبجكت، السبجكت كريم محمود شخص واحد مفرد، إذا رح أبدأ السؤال باستخدام does. does كريم محمود، طبعا بننتبه انه كريم ومحمود بداية اسمائهم لازم capital letter لانه proper nouns. does كريم محمود الفعل اللي يبقى كما هو مجرد fly to، وبكمل الجملة fly to Sao Paulo and come back on the same day، ولا ننسى وراها question mark. سلمى enjoy working nights. سلمى enjoy working nights. طيب عندي السبجكت سلمى مفرد، اذا بدي ابدا السؤال باستخدام does. does سلمى، والفعل يبقى مجرد مع افعال الدو بالسؤال، اذا enjoy وبكمل working nights. does سلمى enjoy working nights، وبنحط question mark. ننتبه بداية السؤال capitalize، بينتهي بquestion mark مع أسماء لproper noun. ليش حطيت سلمى خليتها capital letter؟ لأنه اسم شخص، واضح بخليه capital letter. أما لو كانت هون الشيء لا، بتكون small letter لأنها مش اسم. دي where كريم محمود and the captain fly. كم شخص هون عندي؟ طبعا بالأول عندي WH question، where يعني أين، كريم محمود and the captain، إذا عندي شخصين كريم والكابتن، معناتها plural. إذا شو أداة السؤال؟ do. where do كريم محمود and the captain، والفعل بينزل مجرد fly، وبكمل الجملة every Friday night، وبننهيها بالquestion mark. E you like dangerous sports.
بطلع على السبجكت، السبجكت يو، اذا بدها دو. دو يو لايك دينجرس سبورت؟ بنحط علامه سؤال. اف يو اند يور فريندز جو اوت دورينج ذا ويك اند، بطلع على الفاعل يو اند يور فريندز، اذا كم شخص انت واصدقائك جمع، معناتها راح ابدا بدو. دو يو اند يور فريندز وبنزل الفعل المجرد go out during the weekend وبنحط question mark. واضح؟ طيب ننتقل للexercise number 5. complete the sentence with the correct form of these verbs. بدنا نكمل، عندي أفعال بين قوسين بالمربع بدنا نكمل فيهن الجملة. الأفعال tell معناها يخبر، print يطبع، check يدقق أو يتحقق، close يغلق، take يأخذ، go يذهب، sleep ينام. A the captain tells the pilot about the flight details. الكابتن هو اللي بيخبر الطيار عن الفلايت ديتيلز. اذا بتطلع السبجكت ذا كابتن مفرد، اذا حطينا الفعل تل وضفنا له اس لانه السبجكت سينجولر. ذا بايلوت فراغ ذا ويذر فوركاست، ويذر فوركاست النشره الجويه. شو بدي اعمل بالنشره الجويه؟ برنت، تشيك، كلوز، تيك، جو، سليب. اكيد الفعل اللي هو برنت راح يطبع اللي هي الويذر فوركاست، بده يطبع النشره الجويه. طيب اذا الفعل برنت، بروح بطلع على السبجكت، السبجكت ماله ذا بايلوت، ذا بايلوت مفرد اذا الفعل يضاف له اس، ذا بايلوت برنتس ذا ويذر فوركاست. فراغ فلايت اتندنس، فراغ ذا اوتسايد اوف ذا بلين اللي هو خارج الطائره. وشو في عندي هون؟ كويستشن مارك، معناتها عندي سؤال، بدي اكون سؤال. بتطلع على السبجكت، السؤال اما باستخدام دو او الدز. طيب فلايت اتندنس جمع، اذا راح ابدا السؤال بدو. دو فلايت اتندنس الفعل مين؟ ذا اوتسايد بلان، بده يتحقق من خارج الطياره، من المضيف الطيران، بده يتحقق من المعاملات خارجا. اذا شو الفعل المناسب؟ الفعل المناسب اللي هو تشيك. طيب الفاعل جمع، اذا الفعل راح يكون مجرد تشيك، ما بحكي تشيكس لانه الفعل مجرد، الفاعل جمع. دي when فراغ the pilot فراغ the airplanes out the airplanes doors. عندي سؤال، بما انه عندي سؤال do او does، بروح بطلع على الفاعل هيو the pilot طيار مفرد اذا does. when does the pilot فراغ بالنسبة للأبواب doors، شو راح أعمل بالأبواب؟ مين الفعل المناسب للباب؟ اللي هو الفعل close إغلاق. طيب الفاء ذا when does بما انه عندي سؤال اذا لازم يكون الفعل مجرد مع افعال الدو، حكينا بالسؤال راح يكون الافعال مالها مجرد. اذا ذا when does the pilot close the airplane's doors. نيجي ل اي after a flight pilots فراغ to a hotel and، بعد الطيران شو بيعمل الطائر قائد الطيارة؟ حكينا بيذهب للفندق وبينام، إذا الفعل يذهب go، الفاعل pilots جمع الطيارين، إذا بدي فعل مجرد يبقى go to a hotel and sleep وبيناموا. واضح؟ طيب راح يكون معاكم الهوم وورك اللي هو التمرين السادس. التمرين السادس كمان مراجعة زي اللي عملناه، لكن طالب منك مثل معطيك الكلمات، هاي الكلمات بدك تكون منها مثلا سي، عندك question mark اذا بدك تكون سؤال. واضح؟ دي حط لك صح، لما يحط لك صح معناتها بدك تعمل هاي الجملة اثبات، لما يكون حط لك اكس معناتها بدك تعمل هاي الجملة نفي. واضح؟
نفس الاشي هون اي question mark معناتها بدك تكون من هاي الكلمات سؤال. هون اف عندك ترو معناتها بدك تكون من هاي الجملة جملة اثبات، وعند الاكس بدك تكون منها جملة نفي. واضح؟ بدك write questions and answer them using the present simple على قاعدة المضارع البسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.